بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني هو البرمجة الخطية الحل البيانية. أهدافنا في هذا الفصل التعرف على أهم مجالات تطبيق البرمجة الخطية، التعرف على خواص البرمجة الخطية، تطبيق البرمجة الخطية على مشكلة تحقيق أقصى ربح، حل مشكلة تحقيق أقصى ربح، حل بياني، حل مشكلة تحقيق أقل تكلفة أيضا حل بياني، التمييز بين كل من القيد المحكم والقيد غير المحكم. البرمجة الخطية موضوعنا في هذا الفصل، أحد الأساليب التي تستخدم لتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد المؤسسة بهدف تحقيق أقصى عائد ممكن أو أقل تكلفة ممكن. هذه الموارد تشمل العديد من العناصر مثل الآلات، العمال، الأموال، الوقت، المواد الخام، الطاقة، المساحات وما إلى ذلك. بعض مجالات تطبيق البرمجة الخطية، تستخدم البرمجة الخطية في الصناعة لوضع جدول إنتاج وسياسة مخزون لمقابلة الطلب المستقبلي، التحليل المالي، اختيار سياسة استثمارية من بين عدة اختيارات. تستخدم أيضا في التسويق، تستخدم في توزيع ونقل البضائع، قياس الكفاءة النسبية للوحدات الإدارية وتمثلة الأهداف. خصائص مشاكل البرمجة الخطية: دالة الهدف في مشكلة البرمجة الخطية بتكون إما تعظيم ماكسمايز أو تدنية مينيمايز. إذا دالة الهدف بتكون إما ماكسمايز أو تعظيم أو تدنية تكلفة أو مينيمايز، ودالة الهدف بتكون دائما دالة خطية أي من الدرجة الأولى. أيضا القيود الخاصة بالموارد المتاحة تكون على شكل إما معادلات أو متباينات على صورة أيضا خطية أي معادلات من الدرجة الأولى. إذا خصائص مشكلة البرمجة الخطية: دالة الهدف إما تعظيم أو تدنية، دايما بتكون دالة الهدف دالة خطية، أيضا القيود بتكون دالة خطية سواء كانت معادلات أو متباينات. مثال مشكلة تحقيق أقصى ربح. مشكلة تحقيق أقصى ربح عبارة عن في هذا المثال مصنع جلود يرغب في إنتاج نوعين من الحقائب، وبعد دراسة جيدة لمراحل إنتاج هذه الحقائب اتضح أن إنتاج الحقيبة الواحدة يتطلب المراحل التالية: المرحلة الأولى قص وصبغ الجلود، رقم 2 الخياطة، 3 التشطيبات، 4 الفحص والتغليف. الشركة بتنتج نوعين من الحقائب، كل نوع من هذه الأنواع يحتاج إلى النوع الأول مثلا حقيبة عادية يحتاج في مرحلة الصبغ إلى 7/10، الخياطة 1/2، التشطيب 1، في الفحص 1/10. الحقيبة من النوع الثاني بتكون في القص والصبغ 1/5/6 في مرحلة الخياطة، 2/3 في مرحلة التشطيب، 1/4 في مرحلة الفحص. الطاقة المتوفرة لهذا المصنع لمرحلة القص والصبغ 630 ساعة، في مرحلة الخياطة 600 ساعة، في مرحلة التشطيب 708 ساعة، مرحلة الفحص 135 ساعة. زي ما قلنا في أمثلة قبل كده في فيديوهات سابقة إن هذه الطاقة ستمثل القيود. إذا نتوقع في هذا المثال إن هيكون عندي 4 قيود تعتمد على هذه الطاقة للمراحل الأربعة. بدراسة مواصفات وتكاليف هذه الحقائب قررت الشركة سعر البيع بحيث يكون الربح للحقيبة العادية 10 ريال وللحقيبة الممتازة 9 ريال. السؤال هنا كم يجب أن تنتج الشركة من كل نوع بحيث تحقق أقصى ربح ممكن؟ إذا أقصى ربح هو ده هدف الشركة، إذا دالة الهدف هنا هتكون الربح والهدف هنا هيكون تعظيم. كيفية كتابة هذا النموذج قبل ما نتعرض لمرحلة الحل؟ هنا عدد الحقائب الممكن إنتاجها في النوع الأول أو من النوع الأول، هرمز لها بالرمز X1 ده المجهول الأول. عدد الحقائب
الممتازة أو من النوع الثاني هرمز لها بالرمز X 2، وده هو المجهول التاني. إذن في هذا النموذج يحتوي على مجهولين X1 وX2. دالة الهدف هي الربح المتحقق من إنتاج جميع الحقائب، زي ما عملنا في المثال قبل كده. هضرب ربح الحقيبة الواحدة من النوع الأول اللي هي الحقيبة العادية، وهنا محدد في المثال إن ربحها 10 في عدد الحقائب وهو مجهول ورمزناه له بالرمز X1. في ربح الحقيبة الفاخرة اللي هو من النوع الثاني، وده محدد أيضا في المثال ب9 في عدد حقائب النوع الثاني اللي هو مجهول ورمزناه له بالرمز X2. إذا دالة الهدف هتكون y تساوي 10x1 زائد 9x2، والهدف هيكون تعظيم هذه الدالة. إذا زي ما قلنا قبل كده، دالة الهدف قدرنا نكتبها بقلنا القيود. إحنا قلنا النموذج بيكون عبارة عن دالة هدف وقيود. طبعا دالة الهدف هنا هي دالة خطية، أي أن x1 اللي هو المجهول الأول أس1، وx2 أيضا أس1. القيود المفروضة على عملية الإنتاج تتمثل في أن تكون العملية الإنتاجية في حدود الطاقة الإنتاجية المتاحة. الطاقة الإنتاجية المتاحة مذكورة في الجدول في المثال بهذا الشكل: الطاقة للقص والصبغ موجودة، والطاقة للخياطة موجودة، والتشطيب والفحص. طب كيفية كتابة هذه القيود؟ بضرب زمن كل نوع، هنا 7/10، هضربه في عدد حقائب النوع الأول اللي هو X1. هنا 1 المطلوب، الزمن المطلوب في مرحلة القص والصبغ للنوع الثاني، أضربه في X2. إذا القيد الأول هيكون 7/10 X1 زائد X2 اللي هي 1 في X2، لابد تكون أقل من أو يساوي 630. بنفس الطريقة نقدر نكتب القيد الثاني: 1/2 أضربها في X1، 5/6 أضربها في X2، لابد يكون الناتج أقل من أو يساوي 600. هكذا للقيد الثالث والقيد الرابع، نحصل على 4 قيود بهذا الشكل. إذا القيد الأول قيد خاص بمرحلة الصبغ والقص، القيد الثاني قيد مرحلة الخياطة، الثالث لمرحلة التشطيب، والأخير هو مرحلة الصبغ. طبعا بالإضافة إلى قيد عدم السالبية، إن X1 وX2 كلاهما قيم موجبة أكبر من أو يساوي الصفر. وبالتالي النموذج هيكون بهذا الشكل: maximize y تساوي 10x1 زائد 9x2، بشرط أن القيود الخمسة الأربعة اللي احنا قلنا عليهم 1 2 3 4 للمراحل الأربعة، بالإضافة إلى قيد عدم السالبية. هذا هو النموذج، وزي ما هو واضح إن هنا دالة الهدف دالة خطية، كذلك القيود جميعها دوال خطية X1 وX2 في جميع القيود أس1.